الدكتور عبد التواب بركات الأكاديمي والخبير في الزراعة والري. دكتور أهلا بك. نفس السؤال دكتور، كيف قرأت أنت التصعيد الكبير من قبل أديس أبابا؟ الكرام وللسادة المشاهدين، طبعا انسحاب إثيوبيا من هذه المرحلة من المفاوضات أمر يعني مستغرب، ولكن مبرر من وجهة النظر الإثيوبية، لأنها حصلت على كل ما ترجوه من أي مفاوضات يمكن أن تجرى على هذا السد العدواني. فهي حصلت على عدة مكاسب. أولا أن من خلال المفاوضات التي يعني شرعت فيها إثيوبيا، وقعت مع عبد الفتاح السيسي على اتفاقية مبادئ 2015. هذه الاتفاقية ألغت الاتفاقيات المكبلة لإثيوبيا منها تبني مثل هذا السد، مثل اتفاقية 1902 و1929. أيضا حصلت على مكسب كبير جدا بإلغاء قرار وقف التمويل الذي حصلت عليه مصر في 2014 بالاتفاق مع البنك الدولي للاتحاد الأوروبي. هذا الاتفاق كان مهم لأنه كان بيمنع التمويل الأجنبي لهذا السد العدواني دون الرجوع إلى مصر. أيضا إثيوبيا حصلت على مكسب آخر كبير، وهو منح السد شرعية دولية كان محروما منها قبل اتفاق مبادئ 2015. بمجرد جلوس مصر والسودان مع إثيوبيا على مائدة مفاوضات واحدة، فهذا يعني موافقة مصر والسودان على بناء السد، وبالتالي يأتي انسحاب إثيوبيا من هذه المفاوضات في هذه المرحلة، لأنه إذا استمرت في المفاوضات تخشى إثيوبيا أنها يعني توقع على اتفاقية جديدة تلزم نفسها بشروط أخرى تحد من المكاسب التي حصلت عليها في اتفاق مبادئ 2015. وبالتالي هذا الانسحاب هو انسحاب سياسي، لأنه مصلحة إثيوبيا الآن أنها يعني تكتفي بالمكاسب التي حصلت عليها، ثم في النهاية بتتوج هذه المكاسب بفرض الأمر الواقع انه سد النهضة اصبح امرا واقعا، وبالتالي هيا نتفاوض بقى على امور اخرى بعيدة عن هل يتم بناء السد من عدمه، هل يتم تخفيض سعة سد، هل يعني تأكدنا من امان السد. كل ذلك اصبح من الماضي، وإثيوبيا فرضت امرا واقعا من مصلحتها انها تنسحب في هذه المفاوضات، ومصر عليها الآن أنها يعني تعض أصابع الندم لأنها يعني مشيت مع إثيوبيا في طريق مفاوضات عبثية حذرنا منه مرارا وتكرارا من عدة سنوات، ولكن للأسف النظام يرى مصلحته مع الجهات الداعمة الدول الداعمة لإثيوبيا، وبالتالي كان مرة بيبحث عن شرعية دولية، مرة كان بيبحث عن عودة لكرسي مصر في الاتحاد الإفريقي، ولكن كل ذلك جاء على حساب المصلحة الوطنية المصرية.